نقدر وباذن الله نكمل زي ما ياسر قال. لكن رضا سليم الجناح المغربي اللي غاب فتره طويله الحقيقه للاصابه في الكتف واجريت ليه جراحه غاب فيها اكتر من 3 شهور، راجع بمعنويات كويسه، اتمرن بشكل كويس ونشوف انطباعاته. الحمد لله المقابله استعدينا لها بجديه، اللعيبه حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم، ان شاء الله رايحين الجزائر باش نحققوا واحد 3 نقاط اللي غادي تخلينا اننا متحلين الرتبه الاولى ونكونوا كويسين في البطوله ونكونوا وان شاء الله لما لا نكسبوا هذه البطوله ان شاء الله. الحمد لله ديال الاصابه دابا الحمد لله كويس، ان شاء الله دابا غادي مع المجموعه باش انني نقدم الاضافه للمجموعه ونكون عاد نحسن الظن اللاعبين اللي صحابي وعاد نحسن الظن الجمهور الاهلاوي. الفتره ديال الاصابه دازت شويه صعبه بالخصوص ان لاعب ديال الكره كيكون متعرض للجميع ديال الاصابات. الحمد لله هادشي داز صعيب ولكن دابا الحمد لله بخير، وكنبغي نشكر الرسائل اللي كانوا كيجوني من عند اللاعبين اصحابي ومن عند جمهور الاهلي اللي كانوا كيساندوني بزاف انني باش نرجع للميدان ونكون كويس ان شاء الله. جمهور الاهلي ونادي الاهلي معروف افريقيا وعالميا بالبطولات ديالو بالالقاب ديالو باللاعبين ديالو، ان شاء الله احنا غادي نديروا كل ما في جهدنا باش اننا نحققوا هذه البطوله ان شاء الله. جمهور كبير وجمهور عظيم وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر وكنقول لهم ديما اهلي.